السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك كلام منتشر بين الصوفية يخدعون به الناس، فأحببت أن أعلق عليه بإذن الله تعالى. هذا هو الذي يقوله هذا الولد. هذا هو ابن تيمية. إيش يقول عن السادة الصوفية؟ من رغم ضلاله وانحرافه في بعض المسائل، إيش يقول ابن تيمية؟ يقول الصوفية أفضل الخلق بعد الأنبياء في كتابه الفتاوى، قال هذا الكلام ابن تيمية، ما قدح في الصوفية. هذا الكلام ليس كلام يعني واحد ولد هيك مسجل فيديو، وإنما هو منتشر بينهم. هنا مثلا هذا ينشر هذا الكلام صميمين على شكل صور، هذا ينشر أيضا هذا الكلام نفس الشيء وتعليقات، هذا شخص آخر أيضا ينشر نفس الصورة ونفس الكلام، شخص ثالث ينشر نفس الصورة. اقرأ تفسيرات وتأويلات الوهابيين لهذا القول ابن تيمية من خلال تعليقات المنشور. يعني هو يقول وهابيا سيؤولون هذا الكلام لأنه ليس عندهم رد عليه. طيب هذا واحد آخر أيضا ينشر هذا الكلام، والمشكلة يحط لك مصدر والمصدر عجيب. هذا واحد آخر أيضا ينشر هذا الكلام، 52 مشاركة، أنت صوفي إذن أنت تشارك هذا الكلام. شهادة ابن تيمية يا أخي في حقكم. هذا شخص آخر أيضا ناشر الكلام، صفحة أخرى أيضا تنشر هذا الكلام، كله ينشر ويشارك هذا الكلام. طبعا هم يكتبون مجموع الفتاوى ويضعون أي رقم يخطر في بالهم، لكن الكلام هذا موجود في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 18. قال هو كان يتكلم عنهم بشكل عام، قال وطائفة غلت فيهم، غلا يعني من الغلو والمبالغة، وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. يعني هذا الذي قال فيهم هكذا ذميم، والذي ذمهم ذما شديدا أيضا مذموم، لأن فيهم من أهل السنة. مثال من عندي أبو إسماعيل الهروي الذي نكل بالأشاعرة، كان صوفيا، فيعني كان فيهم من أهل السنة. على العموم تبين لكم كيف يخدع الصوفية بمثل هذا الكلام، مقتص من سياقه، مجتزأ من سياقه. ابن تيمية يقول هذا ذميم، وهذا كلام أهل الغلو، ينشرونه على أنه كلام ابن تيمية ويضحكون عليهم وهم ينشرون ويشاركون، وشوفوا ترى يا وهابية احنا جبنا لكم كلام ابن تيمية. يعني جهل، سبحان الله، استغلال لجهل هذه الطائفة وجهل أبناء هذه الطائفة المساكين. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا.